مين قال ان كحك العيد ما ينفعش في الدايت؟ لا ينفع، لانه معمول بمنتجات كلها صحية. والنهاردة كده هنعمل بيتفور للدايت، ومناسب كمان لمرضى السكر، تقدروا بقى تاكلوا منه براحتكم، ما تقلقوش من اي حاجة، مقاديره كلها صحية جدا وما فيهوش اي حاجة بتعلي سكر الدم. ومهمة جدا للناس اللي عاملة دايت، ما تاكلوش كحك من الهوم، دخله سكر ابيض ودي ابيض، لاني واحدة ممكن صغيرة ده مفهوش ناخد واحدة اتنين بس وكفاية، لا الواحدة منه الصغيرة ممكن يعني تطلعنا 3 كيلو 2 كيلو، يعني الواحدة بس. يلا بينا نقول المقادير، طريقته سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة كده ناخد ربع كوباية سمنة، سمنة بلدي يا اما زبدة، يعني ربع كوباية حوالي 3 معالق يعني. وهنا بقى انا بشرب جنزبيل وقرفة. والسكر دايت اهوت، ونجيب سكر اللي هو ينفع ندخله الفرن بتاع المخبوزات، هو جواه معلقة كده صغيرة، هناخد منه 4 معالق، يعني 4 معالق معلقة كبيرة سكر. المعلقة بقى الكبيرة السكر ديت بمقام 4 معالق من السكر اللي هو الأبيض المضر، لأن ده بيسكر جامد أوي يعني، حلو وبيعلي سكر الدم. وهكتب لكم كمان المقادير في آخر الفيديو. نقلب بقى كده كويس، وبعد كده نحط بيضة. حط فالينيا، بعد كده بقى احط 1.5 كوباية اللي هو دقيق شوفان، دقيق شوفان بيبقى جميل جدا في المخبوزات. انا حطيت كده 1 كوباية، لسه بقى احط الباقي، احط كده رشة ملح صغيرة. ونص كوباية نشا، لسه ما حطيتش نص دي التاني، انا كده حطيت 1 كوباية وحطيت 1/2 كوباية نشا. يعني ننزل كده بالدقيق كده بالتدريج ونقلب عشان يبقى سهل معانا. كده خلاص اهو حطيت كل الدقيق، هظبطها بقى كده واوريهالكوا اهو كده. ظبطتها اهي، العجينة ما شاء الله طرية وحلوة، بس اهم حاجة بقى ان احنا نغطيها عشان ما تنشفش مننا. هي مش يعني انا عبال بس ما جهز الصينية وكده فغطيها بس. نجيب بقى كده صينية، ممكن ندهنها ممكن لا عادي يعني مش محتاجة. وعندي بقى دوت بتاع البيتفور، وكمان الاشكال دي يعني اي حاجه بقى يعني متاحه نقدر نعمل بيها. نعمل كده اول حاجه اوريها لكم، يعني انا عامله الحاجه البيتفور دوت يعني ليه؟ عشان انا عامله عامله دايت، ماشي يعني على الاكل الصحي وكده. ففي البيت عندي هجيبه اللي هو العادي يعني الكحك اللي هو بيبقى جاهز ده وكده، فما ينفعش ان انا اعمل منه للبيت كله، هيكلفني يعني هيكلف. اللي عامل دايت يعني شخص مثلا واحد في البيت عامل دايت مثلا شخصين كده، ف نعمل بس يعني كذا فرد وكده هيكلف. عملت اهوت في كمان الشكل دوت اهوت،
ولازم العجينة تبقى طرية كده عشان ايه تنزل بسهولة. عشان كده بقول ان احنا نغطيه عشان العجينة تفضل طرية متنشفش مننا. عملت اهي كده صينية اهي ولسه بكمل الباقي. كمل بقى الباقي إيه؟ كده الشكل دوت. هو انا المفروض اعمل يعني اعمل اللي انا بعمله ده في الصينية على طول، بس خلاص كده اهو خلصوا معايا. ادخله بقى كده الفرن على 180 كده ما شاء الله اهو طلع بقى جميل جدا. عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي اصلا وطعمه حلو وناعم ناعم جدا، يعني ايه حساس يعني لو خبط خبطه كده ممكن ايه يتفرفت مننا. فكده ايه نرصه كده بالراحه. التزيين بقى هنا احط ايه، احط كده فيها شوكليت. حابين بقى تزوقه تمام، مش حابين عادي يعني براحتكم. هو اصلا طعمه جميل قوي من غير اي حاجه. بس انا حابه ايه حابه ادلع نفسي يعني كده. وهنا حطيت عسل نحل وحط كده عليها كده التزيين بقى. دي مش عارفه اسمها ايه والله، شوكليت دي ولا ايه مش عارفه. شايفين العظمه بجد يعني جميل جدا ما شاء الله. كده بقى ناكل كحكه واحنا ايه واحنا مطمنين، ما نقلقش من اي حاجه. بصوا كلوا براحتكم والله ما تقلقوش يعني خالص، ما بيتخنش. وكمان على اقل حاجه اقل حاجه يعني مثلا لو وزنكو يبقى ثابت احسن ما تزيدوا بجد والله. يعني لو طلعتوا من العيد وزنكو ثابت احسن ما تزيدوا، لان الكحك بجد التاني دوت بيتخن جامد قوي قوي. يعني واحده منه ممكن من 3 ل 4 كيلو، 2 كيلو يعني فظيع. ده الواحده بس بيتخن جامد جدا. ده بقى يعني الكحك اللي هو التاني ده اللي هو دي الابيض والسكر الابيض ما فيهوش هزار، بيتخن على طول فبخاف منه جدا. فدايما بعمل لنفسي كده ايه بتفور وكحك وبسكوت، الحاجات دي بقدر ان انا اكل منها وانا مطمنه عادي. انا رصيته كده في البوله دي، بحب يعني اشيل حاجه في البولات ديت ايت. والبسكوت بقى عملته اهوت، وهنزل لكم الطريقه بتاعته برضو. طريقته سهله جدا وطعمه حلو قوي وناعم كده، يعني ما شاء الله الحاجه جميله جدا. انتظروا بقى مني ايه فيديو البسكوت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.